بسم الله الرحمن الرحيم لا زال العدوان الإسرائيلي مستمر حتى اللحظة على قطاع غزة عشرات الشهداء إضافة إلى مئات الإصابات غالبيتهم من النساء والأطفال تم تدمير مئات المنشآت السكنية إضافة إلى الإبراج الشائق في قطاع غزة مئات الأسر الآن مشردة في الشوارع وفي المدارس غزة بحاجة لمساعدتكم لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز الطبية غزة بحاجة لتوفير المساعدات والمعونات لأسر الشهداء وللمصابين وللعائلات المشردة في الشوارع والمدارس غزة تناديكم أطلقنا في مؤسسة إكنا حملة لنصرة غزة وللمساهمة معها في تضميد جراحها شاركوا معنا ولو بالقليل